السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معكم محمد قناة بلاك تايجر، واليوم رجعنا لكم بمقطع جديد. طبعا شباب اللي متسائل ليه صرت نزل روبلوكس بالعربي، طبعا شباب يعني حبيت اني انزل روبلوكس بالعربي وبالانجليزي، يعني هي ما تفرق، فهمتوا؟ فاليوم شباب رجعنا لكم بماب جديد حلو، ماب باسيفيكو زي جراند، يعني حياة وخي. اوكي، فطبعا شباب اليوم يعني بنستكشف المدينة. طبعا انا لعبت اللعبة من قبل مرة كثير بس ما استكشفت كل المدينة، فخلينا نستكشفها مع بعض. اوكي شباب، فخليني اروح اجيب سيارة، خليني نجيب هذا ممكن. الشباب السيارات مجانية، بي ام جي كلاس شباب، تبون اني اشتري ام جي كلاس؟ باكو تسمع الصوت. دام صدمت شباب. اوكي، فالحين بعدل على السيارة اللون. اكتبوا تحت في الكومنتات ايش تفضلوا، اي احسن لون لكم. انا الصراحة اللي يا شباب هو الاسود، وبكل يعني اسود على السيارات. طبعا شباب بكتم الصوت لاني يعني ما با يعني اوه ماي جاد. اوكي، ما بيزعجكم لان الصوت عالي شوي. اوكي الحين شباب دريفت. اوكي شباب الحين بنروح نستكشف المدينة. طبعا ما استكشفت المدينة كلها، اللي اعرف انه هذا مقر عصابات تشوفون اللي هناك. انا ما بوقع في مشاكل تصدقون، يعني لاني اذا وقعت في مشاكل من اول حلقة يعني ما راح ينفع، فهمتم؟ فبحاول اني ما اوقع في مشاكل. فايش بسوي؟ هلا والله بالام جي كلاس يا عيال. اوكي خلينا نشوف اول حاجة التاب قصدي، خلينا نشوف في اي واحد في الشرطة. في واحد يعني ممكن ان نتخالف او يصير زي كذا. طيب شباب بحاول اني ما اكون مجرم، ممكن يعني اكون مجرم اذا بعدين تبون يعني كذا حياة حقيقية مجرم. طبعا الماب ذا بحط رابط في الوصف. نسيت اقول لكم شباب رمضان كريم، هذا اول فيديو، ثاني فيديو في رمضان. اوكي هذه ما استكشفتها يا شباب، ايش رايكم نستكشفها؟ خلينا نشوف ايش هذا. طيب شباب الكنترولز وكل حاجة بعلمكم اياها. شيفت تسوي دريفت، دبليو اس دي تحرك طبعا، والون يطلع لك جوالك ما يسوي شيء بس يعطيها ديزاين مرة اسطوري. فلا تنسوا الاشتراك شباب واللايك لانه يساعد مرة كثير، فهمتوا؟ شباب توقع هذا المضمار. يا خوي استهدب له. شباب ديم دي خلنا هدي. شباب تعرفوا ايش ذا؟ تعرفوا يا خوي استهدب الله، قصينك الحين ابعد. شباب اللي ما يعرف هذا هذه تعرفون فيلم لايتنينج ماكوين، هذا هو شباب الاستاديوم اللي كانوا يتسابقوا فيه، وربي جامد. طيب شباب اذا تبون نتسابق هنا يعني نحاول ناخذ واحد المتابعين نتسابق، ما عندي اي مشكلة. يا شباب هنا المضمار ومدري ايش ديم. اوكي شباب السيارة اللي انا ماخذها ببلاش، تقدر هي زي بفلوس، تدخل جروب يعطوك سيارات مجانية يعني ام جي كلاس وهذا الاشياء. طبعا الكل راح يقول ليه ما تاخذ الام جي كلاس ومدري ايش، ما باخذ الام جي كلاس الحين، في الحلقة الثانية اذا شفت دعم على الحلقة الاولى. ليش لا، بنجيب ام جي كلاس بتسابق فيها كمان. ويب شباب
ما بوقع بمشاكل من أول يوم. ليه؟ لأنه ممكن آخر مرة كنت ألعب خلف الكواليس شفت واتحلوني الشرطة، اتحلوني خلوني سجن وهربت. فما بالصراحة يعني أكون مجرم، لأنه إذا أنت كنت مجرم راح يصير الشرطة يلحقوك ويفسدوا عليك يعني اللعبة كلها، فهمتوا؟ فأنا ما بصير يعني واحد من الأشخاص السيئين، لأن يعني أولا يعني تقدر يكون عندك سلاح وتقدر تقتل الناس، بس تقدر تقتل الشرطة بس إذا أنت يعني كريمنال. ده شباب كريمنال يعني سجين. أوكي استكشفنا حلبة هذه، طبعا هذه الحلقة شباب كلها نستكشف، وإذا كان في وقت إضافي ممكن إنه يا شباب جرب سيارات الجروب. خلاص نحن استكشفنا هذا المكان، أوكي استكشفنا الحلبة، ما أدري أنا وين راح، أتوقع إني قاعد أطلع، يب قاعد أطلع. أوكي استكشفنا الحلبة يا شباب، حلبة السباق يا ولد. لا 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 يا شباب الحين خلينا نشوف. أوكي هنا في مصانع وأشياء شباب، في شغل يعني نقدر نشتغل شرطي، نقدر نشتغل في جوجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أنا اللي أسرع، أنا أسرع. أبعد أبعد يا ولد أبعد. أوكي هنا في تقدر تشتغل في جوجل، طبعا كل الأشياء مجانية. في سباق، قصدي في سيارات سباق أسطورية يعني فراري ولامبو كذا شباب، فهمتوا؟ الحين أنا إيش بسوي؟ درفت خفيف. طيب شباب هذه المستانج تشوفونها، إيش تبون؟ ممكن نشتريها، تبون يعني إنه نجربها مع الـ MG كلاس؟ ممكن تشوف يعني مين أقوى، الـ MG كلاس ولا هي؟ أنا الصراحة أشوف يا شباب إنه الـ MG كلاس تفوز على المستانج يعني الصراحة. اوكي خلاص شباب صبغنا سيارة بالاحمر. طيب شباب استكشفنا شوي، طبعا هنا في مكان سبون، هنا كمان تقدر تطلع برا الحدود والاماكن، وهذا شيء يعني حلو الصراحة لانه يفيدك مرة شباب. هنا كمان شباب شوفوا هنا، طيب شباب هذا المكان سيتي هول، يعني في أماكن مرة كثيرة عشان كذا ممكن نطول في السلسلة، فدعمكم الصراحة شباب. أشوفوا هنا في سيتي هول ما تقدر تدخلها للأسف، كنا ممكن نستكشفها. هنا مركز الشرطة طبعا، القبض على المجرمين. هنا في شقق شباب فاخرة، وهنا كمان في ملاهي شباب. تبون حلقة كاملة مخصصة للملاهي اللي هي هذه؟ شوفوا في أشياء مرة كثيرة، يعني مو حلقة مخصصة، لأن أنا الصراحة الملاهي يعني ما ألعبها قليلة، فهمتم؟ فممكن الحلقة الجاية إذا وصلنا هذا المقطع 6 لايكات، أوكي 6 لايكات، راح أنزل فيديو حياة واقعية 2 وننبسط بالملاهي وندلع أنفسنا. طبعا هنا في كافيه، هنا كمان في بنزين، ويعني يعني اقول لكم ترى المكان كبير. طبعا شباب في بريميوم هاوسز، هذا نظام في كل العاب، يعني بيوت تشتريها بروبوكس اسطورية مرة يا شباب. طبعا في هنا لازم انت توقف تشوف يمين يسار، طيب ما في احد جاي تحرك. طبعا شباب بحاول الحلقة الجاية قدرت. لا تلعب، لا ابعد 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 ابعد. الشباب ترى اللعبة هذه يعني فيها هوتيلات، شوف هذا الهوتيل هنا ترى نقدر نسكن، يعني في شقق اشياء زي كذا، يعني في يعني الماب كبير، فهمتم؟ في كلاب كمان، تبون شباب ممكن نروح الكلاب، ليش لا؟ نسوي حلقة مخصصة نصها يكون ملاهي ونلعب كمان ونروح الكلب كمان. هنا في كمان شقق ثانية، وهنا المستشفى. طبعا شباب
يعني شوفوا هنا في مودات تقدر تحطها، مودات مجانية تقدر أنت تركبها على اللعبة. يعني شوفوا هنا يا شباب في موسيقى، أنت تقدر تشغل موسيقى. هذا المود شباب اللي تشوفونه، هذا المود يخليك إذا صدمت فواحد شوف تمر فيه. بس شوفوا شباب إذا حطيتها إنه أقدر أصدم كذا شعار، يعني صارت قاعد تصادم. شوفوا حطيت تصادم، شوفوا الحين بصدم في أي شيء يصير حادث أو شيء زي كذا. شوف شوفوا أوريكم، يعني مثلا هنا شوفوا أقدر أروح هنا، شوفوا أصير أصدم فيه. فهذا المود أنت تقدر يعني تحطه تبع يعني في اللعبة، مود مجاني أصلا، يعني مو لازم تركب ولا حاجة، هي موجود في اللعبة. يعني إذا أنت تبي تتصادم مع الناس شي زي كذا. أوه لا، أوه شباب شرطة 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 شرطة، لا 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 لا، أوكي شباب أوكي. لا يا سويت الدريفت، عشان سويت الدريفت قدام. أوكي منحاش منحاش منحاش. أوه ماي جاد، أوه لا 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 يا شباب لا، ما ينفع ما ينفع ما ينفع. طيب اتوقع رجعون الشباب. طيب عنوان الحلقة الشباب يكون طحت بشكل، لأنه والله يعني كانت شطط تعلني، زائد استكشاف المدينة. اكتشفنا الشباب جزء كثير، 75% من المدينة تقريبا. شوفوا هنا شباب، هذه أحياء البريميوم، شوفونها هذه أحياء الأغنياء. وين البيوت؟ شوف البيوت هنا تقدر أنت تحطها. شوفوا قاعد يطلب مني إني أشتري بروبوكس، يعني شوفوا اللوكس ليفل، يعني من هنا تقدر تشتري أملاك خاصة وبروبوكس، يعني 800 روبوكس كذا شيء، فهمتم؟ وهي بيوت ترى ما تسوي لك حاجة ولا حاجة. هنا كمان في تقدر تنصب، أتوقع بمودات الروبوكس تقدر تنصب قصر. طبعا شباب لما أحكي عن مودات، هذا المود اللي وريتكم حق التصادم بلاش، بس مودات البيوت الفخمة هذا الشيء أنت لازم تطلع روبوكس عشان تقدر تركب المود هذا، فهمتم؟ فبس شباب هذه كانت حلقتنا اليوم، اكتشفنا المدينة. والله شباب طحت مشاكل من أول يوم، مصيبة. فيب شباب اكتشفنا المدينة شوي. اسم السلسلة راح يكون روبلوكس جراند كشباب. فكان معكم حلقة قناة تايجر، بيس اوت شباب.